يمكن زي ما كنا بنقول في الانترو انه يمكن الشوط الاول اختلف النهارده عن الشوط الثاني في مباراه المنتخب الوطني وجزر القمر، والحقيقه يمكن شفنا اداء برضو في الشوط الاول، بتكلم ورباعيه مميزه الحقيقه بتجمع بين النني محمد شريف ومحمد صلاح وبهدفين، طبعا فوز مهم لمنتخبنا على جزر القمر تصدر بيه المجموعه اكيد او بياكد تصدره وبينهي مشواره باداء مقنع بالرغم من التراجع في الشوط الثاني. فقرتنا الحواريه ديت مع الكابتن الكبير طارق سليمان مدرب حراس مرمى الاهلي السابق اللي هنتكلم معاه في عده موضوعات الحقيقه، منها مباراه المنتخب الوطني امام جزر القمر والنتيجه الكبيره اللي حققها منتخبنا النهارده، مستوى المنتخب والتاهل لكاس الامم الافريقيه، وايضا مستقبل المنتخب في تصفيات كاس العالم 2020 اكيد مش سهل ابدا. يمكن هو ده الحدث اللي يهم المصريين، طبعا اكيد هنتكلم عن حراسة المرمى في منتخب مصر وشافوا النهاردة برؤية كابتن طارق سليمان ازاي. برحب بيك يا كابتن في البيت الكبير. برحب بيك يا استاذ هشام طبعا، وبرحب طبعا بكابتن منورنا كابتن طارق. ربنا يكرمك يا كابتن هشام بجد، انا سعيد ان وجود معاكم بجد يعني. حبيبي يا كابتن طارق، طبعا اكيد اتفرجت على مباراة النهاردة، عايز تقييمك الفني خاصة مقارنة بأداء منتخب مصر في نيروبي امام كينيا، شفت ازاي منتخبنا النهاردة كابتن؟ هو طبعا مفيش شك يا كابتن هاني ان مباراه النهارده يعني هي مرتبطه بمباراه بتاعت مباراه كينيا، يعني الاثنين في فتره بسيطه قوي يعني بينهم بعض، وفي تباين كبير جدا في المستوى بين مباراه النهارده في الشوط الاول وبين مباراه كينيا بشكل عام في ال 90 دقيقه يعني. فجزء منها النهارده الاداء كان كويس الشوط الاولاني، راجع برضو ان بعد مباراه كينيا كان في ضغط جامد قوي على اللعيبه وعلى الجهاز، وكان في تقاطات جامده جدا في السوشيال ميديا. فانا شايف ان النهارده يعني المباراه خلصت بدري قوي تقريبا بعد وقت قليل 25 دقيقه كان تقريبا. في اهداف كتير، كان في رغبه النهارده في المكسب، كان في اداء النهارده في الشوط الاول، حتى تلاقي معظم ال11 لعيب معديين نص ملعب وسطين، ضغط عالي ضغط عالي من فوق، سيرد باكين كان في نص الملعب يعني حتى في منهم جون يا كابتن هاني اللي قفشه قطع الكوره وحطها على طول لشريف جاب الهدف الثاني يعني كان في سرعه. فهتلاقي حس النهارده في رغبه باللعيبه، في اصرار اللعيبه النهارده. الرغبه دي يا كابتن حضرتك بتتكلم على نقطه مهمه جدا، هي ان اللعيبه بدات الضغط في السوشيال ميديا. هل يعني هل من الطبيعي ان المنتخب بقيمه منتخب مصر يتغير الاداء من السيء للافضل كتير جدا بسبب ضغوط السوشيال ميديا؟ لا طبعا. فاصل انا خدت من كلامك ان الفرق ما بين ده فرق قليل قوي، بتتكلم على يومين، لكن الضغوطات والانتقادات والضغط من السوشيال ميديا كان جزء كبير ان اللعيبه نزلت مركزه ونازله عايزه تعمل شكل افضل. هل ده مقبول في منتخب لا مصر؟ طبعا لا طبعا لا طبعا. هو طبيعي ان حتى بقول لك يعني حتى في مباراه النهارده الشوط الاول والشوط الثاني صح، طب ليه النتيجه اتغير؟ ليه الاداء اتغير كده؟ ليه الاداء اتغير؟ عشان بقت 4-0 الشوط الاول يعني. يعني هو ده اللعيب المصري يعني. هو ده والله كنت قاعد النهارده بتفرج مع ناس، حتى ضربت مثلا بقول ده خلي ده المنتخب الالماني مثلا بيلعب، كانت ممكن تبقى 8 وكانت ممكن تبقى 10. ايه العناصر النهارده اللي في التشكيله اللي لفتت نظرك يعني؟ لا النهارده متغير 6 لعيبه يعني على المباراه الاخيره، المباراه اللي قبل دي على طول اربع خمس اقل من اربع ايام تقريبا. النهارده متغير يعني بتلاقي الباكين النهارده متغيرين، في 3 في خط الظهر متغيرين، حجازي النهارده ما لعبش طبعا ظروف المسافر، الباكين متغيرين 3 في نص الملعب، الاثنين الديفندرين متغيرين، وقدام كمان في محمد شريف فبتكلم اكتر من نص الفرقه النهارده. قبل التغييرات ديت انت بتتكلم على نقطه حتى التشكيل ثقافه اللعيب حتى المحترف، المفروض خلاص لعبتنا بمستوى عالي جدا، لعبتنا حتى المحترفين الداخليين، لما انت بتلاقي وانت جبت سيره المنتخب الالماني، المنتخب الالماني لو نزل قدام فرقه كسبانها الشوط الاولاني 4-0 الشوط الثاني هيكسب 4-5 و6-7 يعني، مفيش حته ان لا كفايه. انت شايف ان الخبرات الكبيره عند لاعبتنا على مستوى المحترفين، على مستوى المحترفين الداخليين، لسه الثقافه دي ما وصلتش انك تضغط وتكسب، قادر تكسب 4 يبقى قادر تكسب 5 و6 و7 و8، لسه الكلام ده ما وصلش. هل ده ثقافه لعيبه؟ هل ده دور من ادوار الجهاز الفني انه لازم يعيد شحن البطاريه من تاني وتبدا المباراه؟ بعض المدربين يقول لك انزل الشوط التاني لكن الموضوع 0-0. بالظبط كنت اقول الكلام ده فضل. يعني بين الشوطين يا كابتن هتلاقي اكيد، اصل انا حضرت كتير الكلام ده، يبقى كسبانين الشوط الاول 3 أو 4 والمدير الفني بيقول ان احنا لا كان النتيجه 0-0 ننزل نلعب والنتيجه 0-0 عشان نبقى عايزين نجيب جوان تاني، عايزين ناخد ثقه يعني. مباراه زي دي طالما اتفتحت بالشكل ده والاداء بقى كويس كده وفي مكسب كبير في الشوط الاول، ده الطبيعي ان انت تديك اريحيه في ان انت تلعب بدون ضغوط بقى صحيح. يعني هو الطبيعي بقى المشكله ان انت تجيب جون هدف اول، انت جبت هدف اول وثاني وثالث ورابع، انت
طب ليه التراجع في ان انت ما تجيبش جون تاني؟ يعني ما هو ايه اللي حصل يعني؟ نفس اللعيبه، حتى لو حصلت بعض التغييرات، ما اللعيبه اللي نازله برضه لعيبه على مستوى عالي. كل اللعيبه اللي نزلت، حتى الناس اللي لعبت في المباراه الاولى، يعني كان في تغييرات شويه لكابتن حسام في المباراه الاولى، انا شايف برضه كانت يعني كان نفس التشكيل كان كويس جدا.